الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنكمل مع بعض مسائل من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، أسئلة اختر على مسائل البكرات. خلي النوع الأول، هناخد دلوقتي إن شاء الله النوع التاني. نشوف مع بعض كده. السؤال الأول بيقول لي: علاقة جسمان كتلتاهما 21 جرام و 28 جرام من طرفي خيط يمر على بكرة منساء زي ما احنا شايفين، فإذا تحركت المجموعة من السكون يعني عين ابتدائية بصفر، فإن سرعة المجموعة بعد ثانيتين من بدء الحركة بتساوي نقطة. أول حاجة يا شباب، الكتلة الكبيرة هنا 28 اهي، كتبناها شايفينها، والكتلة التانية 21 على اليمين. هنا 28 وزنها لتحت، الشدود بتكون متساوية ناحية البكرة. طالما الحركة مع التقيل هنا 28 ده، يبقى الحركة هتيجي من اليمين للشمال كده، فهنا الحركة الأسفل، فيبقى إيه؟ كف جيم عكس اتجاه الحركة، تبقى لفوق. فبالتالي اقدر اكتب المعادله، اقول له والله الشد زائد كف ج بيساوي 28 في د، او اللي معه اللي هو 28 د يعني 28 في 980 ناقص الشد بيساوي كف ج، يعني كف اللي هي كتله 28 في ج. وهنا هنا طالع لاعلى، يبقى انا اقدر اقول ان الشد اللي عندك اللي هو مع اتجاه الحركه بيساوي كف د زائد كف ج، يعني الشد اطرح منه كف د هيديني كف ج. الكتله عندي كانت 21 تضرب في 980، كل ده بيساوي 21 جيم. هنصفي المعادلتين مع بعض، وبالتالي اقدر العجلة يعني اجمع المعادلتين مع بعض، يتبقى 7 في 980 بيساوي 49 جيم، يعني العجلة هتطلع 110 سنتيمتر كل ثانية. ده اقدر اجيب بقى السرعة، اقول له عين ابتدائية زائد جيم في نون، سرعة ابتدائية بصفر بدأ من السكون، والعجلة كانت 140 ضربناها في 2 تطلع 280 سنتيمتر كل ثانية. الإجابة بتاعتي جيم. السؤال اللي بعده رقم 2، هنا المسافة الرأسية بين جسمين مربوطين في نهاية خيط خفيف يمر على بكرة ملساء مثبتة وتدليان رأسيان من وتدليان رأسيا هي 100 سم، يعني المسافة كلها 100 سم. يبقى المسافة اللي هتتحركها الأولى بخمسين والتانية بخمسين، يعني المسافة الرأسية كانت 100، هنقسمها على 2 تبقى 50، يعني ده اتحرك 50 لأسفل وده 50 إيه لأعلى، تمام؟ عايزين نجيب ايه؟ بيقول لي: فإن سرعة كل منهما حينئذ بوحدة سنتيمتر كل ثانية بتساوي نقط، علما بأن الجسمين بدأ الحركة من نفس المستوى الأفقي. يبقى أنا عندي يا شباب السرعة ابتدائية بصفر، يقول له فهي بتساوي ألف دقيقة نون زائد نص جيم نون تربيع، المسافة كانت 50، يقول بتساوي نص جيم نون تربيع مربع على 2 4، فبالتالي العجلة هتبقى 2 في 25 ب 50، 2 في 50 ب 100، 100 على 4 في 25، واقدر اقول له ان السرعه بتساوي السرعه الابتدائيه زائد ج في نون، يعني السرعه تبقى 50 سنتيمتر كل ثانيه الاختيار ب. السؤال رقم 3، ربط جسمان كتلتاهما 5 كيلو جرام و3 كيلو جرام في نهايتي خيط يمر فوق بكره صغيره ملساء، حفظت المجموعه في حال التوازن وجزء الخيط راسيا، إذا تركت المجموعة لتتحرك فإن سرعة الجسم الذي كتلته 5 كيلو جرام عندما يكون قد هبط مسافة 40 سنتيمتر بتساوي نقط متر كل ثانية. تعالوا نشوف كده رقم 3 يا شباب، الرسم معانا اهي، كتلة 5 وكتلة 3، الحركة مع الكبير، يبقى هنا الكاف د هيبقى الجسم هينزل ايه لأسفل، شايفين 5 أكبر من 3، يبقى أنت عندك الشدود متساوية ناحية البكرة، هنا الشد وهنا الشد، هنا كف د بتبقى لتحت، ركز كده معايا، كف د اهي تحت، هنا الشد لفوق. الحركة هتبقى طالعة من الشمال لليمين، فيبقى عندك الكف جيم عكس اتجاه الحركة، يعني بالنسبة للسهم شايفين السهم يا شباب الشد اهو ناحية البكرة، الشدود متساوية. عندك هنا كف د تحت دايما، لكن كف جيم بتبقى عكس اتجاه الحركة، هنا الحركة الأسفل يبقى كف جيم فوق، وهنا من ناحية الشمال الشد اللي على الشمال ده فوق اهو اتجاه حركته فوق، فيبقى الكف جيم عكس اتجاه ايه الحركة، تمام؟ تبقى تحت، وبالتالي الشد اللي هو على الشمال ده بيساوي كف جيم زائد كف د، وهنا الشد اللي على اليمين زائد كف جيم بيساوي كف د. هنعمل معادلتين، ابدا من المعادله اللي هي على اليمين، اقول له 5 في 980 ناقص الشد اللي هو فوق بيساوي كف ج، وارجع اخد المعادله الثانيه اللي هي كف د، طبعا اتجاه الحركه فوق شد، ابدا بالشد، اقول له الشد ناقص كف د بيساوي كف ج، يعني 3 في 9.8 من 10 بيساوي كف ج. الكتله كانت ب 3، جمعنا المعادلتين مع بعض طلعت 2 في 9.8 من 10 بيساوي 8 ج، يعني العجله هتبقى بتساوي، نقسم 2 في 9.8 من 10 على 8 يطلع العجلة بكام؟ بأربعة من 2.45 من 100 متر كل ثانية تربيع. أقدر بعد كده أجيب السرعة، أقول له عين تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 جيم ف، سرعة ابتدائية بصفر و2 تضرب في العجلة اللي إحنا طلعناها في المسافة اللي هي 4 من 10، قسمناها على 100 لأن هي كانت إيه؟ 40 سنتيمتر، وبعد كده جبنا السرعة طلعت 1.4 من 10، الإجابة بتاعتنا طلعت إيه؟ ألف. ده سؤال رقم إيه؟ 3. خلاص في 3 اخترنا إيه؟ ألف. طيب سؤال رقم 4، بيقول لي علاقة جسمان كتلتاهما
125 و 120 جرام على الترتيب من طرفي خيط يمر على بقرة صغيرة منساء. إذا بدأت المجموعة من الحركة من السكون والجسمان في مستوى أفقي واحد، فإن المسافة الرأسية بينهما بعد مرور ثانية من بدء الحركة. احنا عندنا كتلتين اهو 125 هنا 120، طبعا اتجاه الحركة مع الكبير فتبقى الشد فوق، وعندك اتجاه الحركة الأسفل فيبقى كاف جيم هنا تبقى ايه؟ هتبقى لفوق، وهنا نفس الكلام ده طالع لفوق يبقى الشد لفوق، وكاف جيم عكس اتجاه الحركة. نقدر نعمل المعادلة بتاعتنا، نقول له 125 في د هي 980 ناقص الشد اللي هو اللي فوق بيساوي كاف جيم، الكتلة اللي هي كام؟ 125 في جيم. والناحية التانية برضه المعادلة بتاعت الشمال، الشد ناقص كف جيم بيساوي كف د، أو الشد ناقص كف د بيساوي كف جيم. عند الكتلة كانت 120 في 980 بيساوي 120 جيم. جمعنا المعادلتين مع بعض طلعنا العجلة بعد الاختصار طلعت 20 متر كل ايه؟ ثانية تربيع، 20 سنتي متر. تمام كده يا شباب، العجلة كانت عندنا بايه؟ هنا 980 و 980 طب بالسنتي متر. وبالتالي اقدر اجيب مسافة اقول له عيلة ايه نون زائد نص جيم نون تربيع، عندك عيلة ايه بصفر، والعجلة عوضنا عنها ب 20 والزمن كان 1 ثانية، فطلعت المسافة الرأسية 10 في 2 المسافة الرأسية، لأن المسافة اللي هيتحرك الواحد ب 10 والتاني هيتحرك 10، ده ينزل 10 يطلع 10، فتبقى المسافة كلها 20، فيبقى الإجابة بتاعت إيه؟ جيم. دي المسافة الرأسية، يبقى إحنا بنجيب المسافة اللي بيتحركها واحد ونقوم ضاربين في إيه؟ في 2 عشان نجيب المسافة الرأسية. سؤال رقم 5 بيقول يمر خيط خفيف على بقرة صغيرة منساء وتدلى من احد طرفيه جسم كتلته 800 جرام ومن الطرف الاخر ميزان زنبرقي كتلته 400 جرام، معلق به قسم كتلته كاف جرام اذا تحركت المجموعه من السكون، وكانت قراءه الميزان اثناء الحركه 160 سكر جرام فان كاف بتساوي نقط. ناخد بالنا، وجاب لي معلومه بيقول لك قراءه الميزان 160 سكر جرام، يعني انت عندك الشد هيساوي 160 سكر جرام. طب اتجاه الحركه هيبقى الاسفل، لان انت عندك الشد اللي هنا هيبقى 160، وعندك الوزن 800 في 900 في 9.8 من 10 او 980، هنا كانت بالجرام يبقى 800 في 980، يبقى اتجاه الحركه الاسفل. عرفنا اتجاه الحركه يا شباب لان الشد اقل من الوزن، دي نكتب من المعادله بقى، يبقى 800 في 980 ناقص الشد اللي فوق بيساوي كف جيم، يبقى 800 في جيم. المعادله الثانيه اتجاه الحركه اللي فوق اهي، يبقى الشد ناقص كف جيم بيساوي كف د، بس الكتله خد بالك اللي هنا اتعلق فيها كاف، يعني كاف زائد 400 في 980، يبقى الشد اشيل منها كاف زائد 400 في 980 بيساوي 400 زائد كاف اللي هي اللي عندي ضرب في ايه؟ في جيم. بعد كده بنجمع المعادلتين مع بعض زي ما احنا شايفين، المعادلتين يا شباب هنجمعهم مع بعض ونصفيهم يطلع الناتج بكام؟ العجله تطلع بالمعادله بتاعتي 980 في 400 ناقص كاف على 100 وايه؟ على 1250 زائد كاف. شايفين يا شباب الارقام؟ انت بس هتجمع المعادلتين مع بعض اقراهم معاك اهم تاني. بص كده احنا جمعنا معادلتين، فالشد راح مع الشد، وهنا 800 في 980 ناقص ننزل دي بقى جنبها 400 زائد كاف في 980 بتساوي 800 في جيم اللي هي اللي فوق دي، زائد عندك هنا 400 زائد كاف في جيم. فكينا المعادله اللي عندي وصفيناها طلعت العجله بالمنظر ده، 980 مضروبه في 400 ناقص كاف على 1200 يا شباب زائد ايه؟ زائد كاف. دي انت كانت ايه؟ 1200 اهيت موجوده، لان احنا العجله اللي عندي كانت هنا 80 جيم شايفين، وهنا 400 في 980 وهنا 800 وهنا 980 كاف، يعني صفينا المعادله عندي طلعت بالمنظر ده، فطلعنا العجله. نقدر نجيب معادله ثانيه للعجله برضو عشان نساهم ببعض، نستفيد بقى من الكتله اللي عندي اللي موجوده على الشمال دي، يقول لي الوزن الظاهري بتاعها كان 160، يبقى انت عندك اتجاه الحركه لفوق، يعني تاخد بالك ان الشد ناقص الكتله اللي تحت اللي هي كاف في 980 بتساوي كاف في جيم، وبالتالي اقدر اطلع منها العجله. يبقى انت عملت معادله ثانيه باستخدام الكتله اللي موجوده اهي وسويتهم ببعض عشان تجيب جيم. ارجع تاني كده معايا بهدوء، انت جبت معادله للجيم من هنا، قلت ان الشد ناقص كف د بيساوي كف جيم تحت ايه خالص ماشي، فطلعت منها العجله بقى ازاي. خد بالك الشد كان 100 وايه 160 سكر جرام، ضربناه في ايه؟ في 980، لان الشد لازم تبقى واحده مطلقه، ناقص كاف 980 بيساوي كف جيم. جبنا العجله ودينا العدد بعكس الاشاره وقسمنا على كاف، طلعت العجله 160 ناقص كاف في 980 على كاف. بعد كده سويت العجلتين ببعض، العجله اللي هنا والعجله اللي هنا، لان العجله واحده، سويت المعادله دي والمعادله دي مع بعض. لما سويناهم ببعض يا شباب بص كده المعادله اهيت، حلها معاك اهوت، معادلتين اهم يا شباب، رقم نرجع تاني رقم 5 اهو، معادلتين نكتبهم تاني اهو، شايف المعادلتين، سوينا معادلتين مع بعض وعملنا مقص، صفينا المعادله، طلع في الاخر الكتله بتساوي 400 على ايه؟ على 3 جرام. تمام.
يعني انا الفيديو ده كنت شرحته قبل كده، فبقوله تاني عشان اظبط بس الصوت معاه، فعشان كده هتلاقوني بشرح صوت مش بكتب بورقه وقلم يعني. فتمام، فحاول تفهم. انا قلت ارجع تاني، هذا بالشباب بالمعادله، ارجع تاني. انا عندي المعادلتين اهو، جيم وجيم. فهمنا الجيم جبناها منين؟ بالمعادلتين اللي في الاول. كان ممكن برضه نقول الجيم بتساوي الفرق بين الكتل في 980 على مجموع الكتل، ماشي. والمعادله التانيه جبنا منها الجيم عن طريق استغلينا ان الكتله عندي كانت موجوده. هرجع لكم تاني كده بالسهم اهو عشان اشوف، اهو شايفين؟ شايفين؟ ايوه هنا الكتله اللي موجوده هنا. قراءه الميزان فوق الشد كانت 160 سوبر جرام، ضربتها في 980 وقلت ناقص الكتله. طبعا الكتله هي بقى مش كاف زائد 400، لا هي يعني نفسها، ناقص الكتله اللي عندك اللي هي كاف مضروبه في 980 بتساوي كاف في جيم، وطلعت منها العجله تحت اهي اهي. شايفين؟ الشد ناقص كاف في 980 بيساوي كاف في جيم، والشد ده كان 980 سكر جرام ضربته في 160، كان 160 ضربته في 980 لانه كان بالسكر جرام، ضربته في 980 وطلعت منه العجله وسويت المعادلتين مع بعض. وطلعت بعد كده لما سويت المعادلتين مع بعض طلعت ايه الكتله بتاعته، وعملت مقص وصفيت، طلعت الكتله الاجابه بتاعتي ايه 400 على 3، والاجابه بتاعتي اخترتها اللي هي الاختيار ايه؟ الاختيار د. السؤال بقى اللي بعده، شايفين المسألة اهي قدامكم، بوضحها تاني اهوت في الشاشة اهو، معلتين اهو يا شباب، والتصفية بتاعتها والاختصار. طب السؤال رقم 6، تعالوا نشوف رقم 6 والرسمة بتاعته اهي. هنا بيقول لي علاقة جسمان كتلتيهما 7 جرام كاف جرام و700 جرام، حيث الكتلة أقل من 700. الكتلة أقل من 700 يعني الحركة مع 700 الأسفل، وهنا تطلع لأعلى. يبقى أقول له 700 د ناقص الشين اللي عندك بتساوي كاف ج، ده أول معادلة. والمعادلة اللي هنا أقول له الشد ناقص كاف ج بيساوي كاف د، او الشد ناقص كاف د بيساوي كاف ج، دي معادلتين. بدأت المجموعة من السكون وكان مقدار الضغط على محور البقرة بيساوي 800 سكر جرام، فإن قيمة كاف بيساوي نقط. أدي المعادلتين كتبناهم وصفينا المعادلتين يا شباب وطلعنا منها الجيم. بعد ما طلعنا الجيم، بعد ما طلعنا الجيم يا شباب، هو كان عايز إيه مني؟ عايز الكاف. خد بالك لك الضغط على البقرة بيساوي 800، يبقى الشد ب 400 سكر جرام. خلاص يبقى انت استفدت ان ايه؟ ان الضغط بيساوي 2 شين. طالما الضغط بيساوي 2 شين تقدر تجيب الشين تقسم الضغط على 2، بعد ما قسمت الضغط على 2 تلاقي 400 سكر جرام. ضربته في 980 يا شباب وعوضت في المعادله 2 بالعجله اللي انا جبتها 420، وعوضت مكان الشد ب 400 في 980. بعد ما عوضت طلعت لي الكتله جاهزه في المساله ب 280 جرام، والاجابه بتاعتي بقت جيم. 280 جرام يعني جيم، اجابه جيم. فاهمين؟ يبقى دي فكرة حل المسألة، إن أنا استعملت معادلتين طلعت منهم العجلة، وبعد كده استغليت إن الضغط كان بيساوي 2 شين، يعني قسمت الضغط على 2 اللي هو 800، إداك الشد بكام؟ ب 400، وقمت معوض في المعادلة التانية مكان الشد وعوضت مكان العجلة، إدتني الكتلة 400، طلعت 280 جرام، الإجابة ج. السؤال بقى رقم 7 بيقول لي علاقة جسمان كتلتيهما كاف واحد وكاف اتنين، وكاف واحد كانت اكبر من كاف اتنين من طرفي خيط زي ما احنا شايفين كده اهو، كاف واحد وكاف اتنين بيمر على بقره ملساء. طبعا طالما كاف واحد اكبر من كاف اتنين، خد بالك قال لك ايه بقى في المساله؟ قال لك ايه؟ الاتنين كانت جسمين على ارتفاع واحد من سطح الارض من بدء الحركه، وبعد ثانيه واحده كانت المسافه الراسيه بين الجسمين 20 سنتي. يعني المسافه الراسيه 20 سنتي؟ يعني المسافه اللي اتحركها الكتله الاولى 10 واللي اتحركتها الكتله الثانيه 10، دي المسافه. طب انت تقدر تعمل معادله تقول له العجله بتساوي فرق الكتل على مجموع الكتل في د، او تعمل القاعدتين تقول له والله اتجاه الحركه الاسفل يبقى كاف واحد في د ناقص الشد بيساوي كاف في ج، دي معادله. والمعادله الثانيه اللي هي الشد ناقص الكاف الثانيه في العجله اللي هي الدال بيساوي كاف 2 في ج، يا كده يا كده. دي معادله انت حافظها او تكتب اللي فوق. وطالما البعد الراسي 20 يبقى الفه ب 10 سنتي، يعني 1 من 10 ايه؟ متر. تمام؟ وبالتالي اقول له ف بتساوي عمت ايه؟ نون زائد نص نون جيم نون نص جيم نون تربيع. نقدر نطلع بقى العجله يا اولاد من هنا، عشان هو عايز النسبه بين كاف واحد وكاف اتنين. يبقى انت طالما جبت العجله بدلاله كاف واحد وكاف اتنين، انت لا تعرف كاف واحد ولا كاف اتنين، وعايز نسبه بينهم، فتجيب معادله ثانيه للجيم. الجيم تطلع 2 من 10 اللي هي 2 على 10، يعني هي 1 على 5، وتقوم عامل مقاس ومصفي مسالتك، تكتب النسبه اللي عندك ده اللي هي كاف واحد ناقص كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين في الدال، تعوض على الدال بقى 9.8 من 10، وتقوم مساويها بايه؟ بالخمس اللي هي 2 من 10 اللي انت طلعتها، وتعمل المقص بتاعك وتصفي ايه؟ المساله بتاعتك. تعالوا كده نشوف التصفيه بتاعتنا اهو، طلعت النسبه بتاعتنا كام الى كام؟ كاف واحد الى كاف اتنين، تبقى 25 على 24. بنصفي بس المساله يا اولاد، شغل معادلات وتصفيه، وتحاول تبسط التمرين لابسط ايه؟ صوره. تمام، يطلع معاك النسبه كاف واحد الى كاف اتنين 25 24، اجابه ب. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده رقم 8، بيقول لي يمر خيط
على بقرة منساء يحمل فيه طرفي جسمين ألف وباء كتلتيهما 300 جرام وكاف جرام على الترتيب. إذا كان الخيط لا يتحمل شد لا يزيد عن 420 جرام، معنى كده إن الشد يا أستاذ طالما 420 جرام يعني اتجاه الحركة الألف هتطلع لفوق، فاهمين؟ لأن الشد اللي عندك كان أكبر من مين؟ من الوزن بتاع ألف. طالما الشد شايفين الشد ده كان بإيه؟ 420، يعني يتحرك لفوق كده يطلع لفوق، اتجاه الحركة هنا من فوق وهنا ينزل إيه لتحت، يعني البي هتنزل لتحت والألف هتطلع لفوق. تقدر بقى تكتب معادلات الحركة بتاعتك، تعمل الوزن بتاعك وتقول له والله اتجاه الحركة من الألف هتطلع فوق والبي هتنزل تحت، وتكتب معادلتين أهو. كتبنا كل حاجة، قلنا رسمنا رسمة تاني عشان نوضح أهو. يبقى 300 في د دي تحت، يبقى الشد هتقول له ناقص 300 في د بيساوي كف ج، ده اول معادله. والمعادله الثانيه كف د ناقص الشد بيساوي كف ج، وتصفي المعادله بتاعتك وتختصر. تمام، نعملها تاني اهو معاكم، اوضح الارقام عليها اهو المعادلتين. دي المعادله الاولى يا شباب، هنعوض بقى مكان الشد ب 420، بس خد بالك ده سكر جرام، ده 980 ناقص 300 في 980 بيساوي 300 ج، اقسم على 300 يديك العجله موجودة ب 392 سنتي متر كل سنة تربيع. اكتب المعادلة التانية، ها كف د ناقص الشد بيساوي كف ج، عوض مكان الشد اللي عندك ب 420 في 980، وعوض مكان العجلة اللي انت جبتها عشان تطلع مين؟ طلع الكاف اللي عندك. الكاف هتطلع كام يا شباب بعد التصفية؟ على الآلة الحاسبة تطلع 700 جرام. بس دي فكرة حل ايه؟ المسألة رقم 8، والإجابة بتاعتي بتاعت رقم 8 طلعت بكام؟ رقم 8 طلعت 700 جرام، يعني الإجابة بتاعتك في رقم 8 هتختار ج. ننتقل للسؤال رقم 9، بيقول لي جسمان متساويان في كتلة مربوطان في طرفي خيط يمر على بقرة منساء، وعند إضافة 200 جرام إلى أحد الجسمين وجد أن الشد في الخيط في هذه الحالة 6 أخماس قيمته في الحالة الأولى، فإن بيقول لي أوجد كتلة أي من الجسمين. طبعًا أي كتلة من الجسمين هتطلع، نشوفهم كده كام، نرسم الرسمة مع بعض يا شباب. أدي الكتلة كف وكف كانوا زي بعض طالما متساويين يا شباب، وهم كام واقف، يعني الجسم الاول من غير ما تحصل اي حاجه العجله معدومه، اول ما تحط الجسم طالعين العجله معدومه، يعني الشد بيساوي، ها الشد بيساوي الوزن. يبقى اول حاجه طالما كف وكف متساويتين دون تعليق كتله لهما، تكون كف بتساوي كف، يعني الشد اللي فوق بيساوي لتحت، يعني الشد بيساوي كف ايه ده، الجسم متزن، اللي فوق بيساوي لتحت، فاهمين؟ يعني بيتحرك بسرعه ايه منتظمه. بعد كده نبدا بقى نتكلم امتى يا استاذ؟ اول ما نعلق ثقل فين؟ في الكتله اللي عندي. الكتله اللي عندي علقنا فيها ثقل وزنه 200، فخلى الحركه دي نزلت ودي طلعت لفوق، فعملت المعادلات بتاعتي 200 ناقص الشد بيساوي كف ج، والمعادله الثانيه الشد ناقص كاف في د بيساوي كف ج. تمام، تعالوا بقى نستفيد من المعادله. خد بالك هنا كتله تبقى كلها ليها كاف زائد 200، يبقى كاف زائد 200 ناقص الشد نسميه شرط شرطه بيساوي كاف زائد 200 مضروبه في ايه؟ في العجله. استفيد بقى ان الشد ده بيساوي، قال لك ان الشد الجديد 6 أخماس الشد الاولاني. المعادله الثانيه اهي ش شرطه نكتبها ناقص كاف في د بتساوي كاف في ج. تمام، دي المعادله الثانيه اللي احنا كتبناها. تمام، تعالوا بقى يا شباب نستفيد من المعلومه اللي احنا قلناها فوق، ان احنا هنعوض مكان ش شرطه ب 6 على 5 في ايه؟ في ش في المعادله. يعني بعد ما جمعت المعادلتين دول ممكن تعوض مكان ش شرطه، او تعوض مباشره هنا قبل ما انت تختصر عشان تطلع ايه؟ تطلع المعادله بتاعتك. يلا نختصر كده، احنا جبنا الجيم اهو يا شباب من المعادلتين اللي عندي. كان ممكن برضه يا استاذ نجيب العجله ان هي الفرق بين الكتل على مجموع الكتل في د، ويطلع نفس ايه القيمه دي العجله بتاعتنا. بعد كده يا شباب اهو اختصرنا، عوضنا مكان الشد في المعادله اللي فوق، طلع 6 على 5 في كف د ناقص كف د بيساوي كف ج، عوضنا عن 20 شرطه يعني 6 اخماس كف د، وعوضنا في المعادله واختصرنا، طلعنا العجله بخمس ايه؟ 5 د. بعد ما جبنا العجله بخمس د سوينا العجله دي بالعجله اللي هنا، يعني كتبنا مكان الجيم دي 5 د اهي، يبقى هنا 6 على 5 د ناقص د اللي هي 5 د، يبقى 5 د شايفها؟ كتبناها هنا وبدلنا الكاف معاها، يبقى الكاف بتساوي 100 د ناقص 100 على 5 د، وخد بالك الدال ب 980، طلعت الكاف معانا بالآلة الحاسبة بعد ما اختصرنا بكام؟ شوف كده، تاني عملناها تاني اهو يا شباب، وكتبناها تاني المعادلة اهي وضحتها قدامكم تاني، عوضنا في المعادلة اللي هي التانية دي مكان الشين شرطة ب 6 على 5 كاف د ناقص كاف د يبقى 5 د بيساوي كف ج، ماشي؟ يعني شلنا الشين شرطة، فتبقت عندك ايه؟ 5 كف د بيساوي كف ج، شلت الكف مع الكاف، وبعدين قمت معوض تاني بقى في المعادله اللي فوق دي عشان اجيب مين؟ عشان نجيب يا شباب القيمه الناقصه عندها اللي هي الكتله يعني. يبقى انت طالما عرفت ان العجله موجوده تقدر تجيب بقى الكتله، لان دي العجله ما كنتش عارفها. ترجع تعوض بقى في المعادله بتاعتك وتختصر، المعادله اللي هي 5 في كاف زائد 200 ناقص 6 كاف بيساوي كاف زائد 200 في ج، فيطلع عندك ايه؟ الكتلة هتطلع بكام؟ ب 400. حاول ركز بس في المسألة كده تاني، احنا عوضنا في المعادلة دي يا شباب، شايف السهم المعادلة اللي فوق ده اهي، شلنا الشين شرطة دي وكتبنا مكانها 6 على 5 كاف في 980.
تمام، اللي هي كف دال يعني، وشلنا الجيم ده اهي شايفينها اللي هي تحت صابع ده اهي، في هنا جيم شلناها وحطينا مكانها خمس دال وصفينا المسألة. بس دي فكرة الحل، يعني ان انت تستفيد من المعلومة اللي هو قالك عليها. ارجع تاني كده اهو اهو، ايوه كده تمام كده واضحة. يبقى احنا استفدنا ان احنا المعلومه اللي قال عليها ان الشد الجديد بيساوي 6 على 5 الشد القديم، والشد القديم كان بيساوي كف د بيساوي الوزن، يبقى 6 على 5 في كف د. دي كتبتها واختصرت، لاحظت ان العجله ب 5 د، قمت كاتبها هنا واختصرت، طلعت الكتله بكام؟ ربع ميه. تدور عليك بقى تكتب معادلات وتختصرها وتنقلها عندك. تمام، المعادله اللي بعدها رقم 10 بيقول لي جسمان مربوطان 175 جرام مربوطان في طرفي خيط خفيف ثابت الطول يمر على بكرة صغيرة منساء ويتدلل رأسيا، فإذا بدأت المجموعة الحركة من سكون عندما كانت الكتلتان في مستوى أفقي واحد، وإذا اصطدم الجسم الأول بالأرض بعد أن قطع مسافة 50 سنتيمتر، فإن الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم الثاني من بدء الحركة حتى يسكن لحظيا. طيب ركز معايا، عندك كتلة هي 105 وعندك 70، وهنا اتجاه الحركة الأسفل، وهنا الكاف جيم لفوق وكاف دي اللي تحت، وهنا اتجاه الحركة لفوق، يبقى الشد عكسه الكاف جيم والكاف دال تحت، لان الكاف جيم عكس اتجاه ايه؟ الحركه. الكاف جيم يا استاذ دايما عكس اتجاه الحركه بتاعتي. نكتب المعادله الاولى، نقول له 105 في 980 ناقص الشد بتساوي 105 في جيم، وهنا المعادله الثانيه الشد ناقص كاف دال يا كاف اللي هي الكتله بتاعتي اللي هي 70 مضروبه في الوزن اللي هو ايه؟ اللي هو طبعا 70 في 980 بتساوي 70 جيم اللي هي كاف ايه؟ كف جيم، واختصرناهم وطلعنا العجله. ممكن برضو يا شباب هنا كنا نقول ان العجله بتساوي الفرق بين الكتل على مجموع الكتل في دال، هي نطلع نفس الناتج يعني. تمام، فيطلع العجله بايه؟ 196 سنتيمتر كل ثانيه تربيع. جبت العجله، بعد ما جبت العجله هو طلب منك ايه في المساله؟ بيقول لي واذا اصطدم الجسم الاول بالارض بعد ان قطع مسافه 50 سنتي، فان الزمن الكلي الذي يخترقه الجسم الثاني من بدء الحركه حتى يسكن لحظيا. خد بالك، تعال نجيب المسافه بقى اللي مشاها الجسم الثاني استفيد منها. يقول لك ان المسافه قد ايه؟ 50 سنتي. يبقى نكتب مكان فيه 50 سنتي بتساوي عين ابتدائية نون زائد نص جيم نون تربيع. هو كان بادئ من السكون يعني عين ابتدائية بصفر، ونص جيم العجلة طلعتها ب 196، يعني الزمن هيطلع عندك بعد التصفية يا شباب هيطلع مثلا هيطلع 10 على 14 اهو، اللي هو 5 على ايه؟ على 7. يبقى هو استغرق 5 اسباع ثانية الجسم الثاني ده اهو عشان يرتطم بالارض. تمام، يعني خد وقت 5 اسباع ثانية، وبالتالي الجسم الاولي ده يا استاذ هيطلع فوق خلال 5 اسباع ثانية، هيمشي برضه المسافة نفسها في خلال زمن قدره 5 أسباع ثانية. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم الثاني حتى يسكن لحظيا. الجسم الثاني ده يا شباب هيطلع المسافة اللي عندي، وبعد كده مش هيخضع لعجلة الجاذبية. افهم معايا، الجسم الثاني ده ارتطم بالأرض وده طلع مسافة 50 زيه اللي هو 70 ده، بعد ما طلع 70 لحد هنا طلع لحد ما طلع 50 سنتيمتر يا شباب. لما طلع لحد 50 سنتيمتر لفوق ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ال 50 سنتي دول هيمشي بعجله الجاذبيه ضد عجله الجاذبيه، يعني العجله بتاعه البقره مش هتبقى موجوده. تمام، انا هوضح لكم الخطوات اهو، نكتبها نفهم بس مع بعض. يبقى الجسم اللي ارتطم بالارض طلع نزل 50 سنتي تحت، والتاني طلع في 50 سنتي في نفس الزمن اللي هو 5 على 7. بس بعد كده ايه اللي حصل بقى للجسم الثاني؟ مشى شويه ووقف، يعني الجسم الثاني بعد الزمن اللي هو 5 أسباع ثانية اللي هو فوق ده يا شباب هيطلع مسافة معينة وبعدين يقف. طب لما يجي يطلع هيطلع بالسرعة الابتدائية اللي كان مين؟ اللي كان بادئ بيها، اللي هي كانت نهائية في المرحلة الأولى. يبقى احنا لازم نجيب السرعة النهائية في المرحلة الأولى عشان تكون سرعة ابتدائية في المرحلة الثانية. تعالوا نجيب السرعة كده يا شباب بالنسبة للجسم الثاني اللي هو 70 جرام، عين بتساوي عين ابتدائية زائد جيم في نون، جبنا السرعة النهائية بتاعته تطلع معانا 196 في الزمن اللي هو 5 أسباع ثانية، يبقى السرعة النهائية بتاعته طلعت كام؟ 140 سنتيمتر كل ثانية، اللي هي هتبقى سرعة ابتدائية في المرحلة الجديدة اللي هو يتحرك فيها بإيه؟ بعجلة الجاذبية. تمام؟ يبقى آخر مرحلة أقول له عين الابتدائية كانت ب 140 سنتيمتر، وعندي الزمن عايز أجيبه بقى الجديد اللي أنا مشيته، والعجلة مع الجاذبية كانت بكام؟ بسالب د، يعني العجله هتبقى سالب د، يعني سالب 980، لانه هيطلع بعد كده يخضع لايه؟ لعجله الجاذبيه اللي عندك. يبقى انت تعوض مكان الد من 980 في المرحله الجديده، كل ده عشان تجيب الزمن اللي هيمشيه بعد الخمس ثواني او بعد الخمس بعد الخمسه سنت اللي هيطلعهم لفوق، هيتحرك في الهواء مسافه معينه وبعدين يقف لحظيا. فاحنا جبنا السرعه الابتدائيه طلعت معانا 140 سنتيمتر اللي هي كانت نهائيه في المرحله الاولى. 140 دي كانت سرعه ايه؟ نهائيه في المرحله الاولى خلال الخمس ثواني
ها، وخلال الزمن 5 أسباع ثانية طلع 140 سم. بعد ما طلع 140 سم، ها، هيمشي ايه تبع عجلة الجاذبية، ضد عجلة الجاذبية لفوق. فقول له ان عين بتساوي عين ابتدائية زائد جيم فلو، لانه هي هيسكن يا استاذ يعني سرعته النهائية بصفر والسرعة ابتدائية 140، تمام. نقدر نجيب بقى ايه الزمن اللي هيطلعه لحد ما يقف، لان عين النهاية تبقى بصفر وعين ابتدائية 140 في المرحلة الجديدة. اقدر اجيب الزمن اللي هو 7 ثانية، يعني الجسم التاني كان طلع مسافة 5 سم، وبعدين بعد كده طبعا 5 سم 50 سم يا استاذ، طلع مسافة 50 سم خلال الزمن قدره كام يا استاذ؟ احنا كنا جبناها فوق اهي، الزمن كان قدره ايه اللي طلعه؟ بص معايا كده اهو، 5 أسباع الثانية. يعني طالما الاولاني الجسم الاولاني نزل مسافة 5 أسباع ثانية، نزل في زمن قدره 5 أسباع ثانية في مسافة قدرها 50 سم، يبقى الجسم التاني برضه هيطلع زيه 50 سم في زمن 5 أسباع ثانية. وبعد كده الجسم التاني ده هيمشي شوية ويقف، فلما يمشي شوية ويقف هتبقى سرعته الابتدائية هتبقى هي نفسها السرعة النهائية في المرحلة الأولى، تمام، اللي هي كانت 140 اللي احنا جبناها. يبقى السرعة النهائية كانت 140، حسبنا منها السرعة ايه النهائية في المرحلة التانية، خدناها كسرعة ابتدائية في المرحلة الأولى، تمام، خدناها كسرعة نهائية في المرحلة الأولى، وبعد كده سرعة ابتدائية في المرحلة التانية. في المرحلة التانية بقى يا أستاذ، يعني اللي هيتحرك بعجلة إيه جاذبية، العجلة تبقى بالسالب، فتقول له والله العيد ابتدائية عندي 140، عيد نهائية بصفر، لأنها هيسكن، عايز أعرف بقى أمشي في زمن قد إيه. يبقى الزمن الأولاني كان 5 على 7 ثانية، الزمن التاني عايز أعرف كام عشان أجمعهم على بعض وأجيب الزمن الكلي. أهو. تمام يا شباب؟ فاهمين؟ فالزمن الكلي اللي عندي هنجمع بقى. تعالوا نحسب الزمن تحت طلع الصبح وهنا 5 أسباع، ما إحنا جبنا الزمن أهو تحت يا أستاذ، جبناه من شوية. جبنا الزمن. الزمن كان 7، والزمن الاولاني كان 5 ايه، كان كام يا استاذ؟ 5 اسباع، وهنا 7، يبقى الزمن الكلي 5 اسباع زائد 7 ثانية يديك 6 اسباع ثانية. ده الزمن ايه الكلي، ده الزمن الكلي يا شباب. اتمنى تكونوا فهمتوها، دي مسألة عايزة تركيز وفهم. يبقى احنا جبنا في اخر مرحلة، المرحلة الاخيرة خالص للتاني، يبقى بالهدوء كده وبفهم بسيط اهو، الجسمين اللي عندنا كانوا واحد نزل والتاني طلع، اللي هينزل مسافة ايه 50 سم، والتاني هيطلع برضه 50 سم زيه. الاولاني نزل في زمن 5 أسباع ثانية، والتاني هيطلع برضه في زمن 5 أسباع ثانية، نفس الايه التوقيت بتاعه ونفس المسافة. لكن لما ده يخبط في الارض، التاني بقى اللي على الشمال ده هيطلع فوق يتحرك بعجلة جديدة اللي هي عجلة الجاذبية، وتكون سرعته الابتدائية اللي هي كانت السرعة النهائية في المرحلة الأولى اللي هم معوضين بيها، السرعة الابتدائية كانت 140 ماشي، اللي هي كانت السرعة ايه نهائية في المرحلة الأولى. ونقوم جايبين بقى الزمن يطلع 7 ثانية، عوضنا في القانون، عين بتساوي عين ابتدائية زائد جيم في نون، عين نهائية بصفر ابتدائية 140، العجلة بسالب ايه؟ سالب 980، والزمن عايز تجيبه، يبقى الزمن بيساوي، تقول له والله 140 على 980 يديك 7 ثانية، يبقى الزمن الكلي 6 أسباع ثانية، ده الزمن الكلي للرحلة. تمام. رقم 11 بيقول لي جسمان كتلتاهما 260 جرام و230 جرام مربوطان في طرفي خيط يمر على بكرة صغيرة ملساء ويتدلان رأسيا. بدأت المجموعة الحركة من السكون عندما كانت الكتلة الكبرى على ارتفاع 270 سنتيمتر من سطح الأرض، فإن الزمن الذي يمضي حتى تصل الكتلة الكبرى للأرض بيساوي نقط ثانية. نرسمها مع بعض، هنا الكتلة 260 وهنا الكتلة 230، اتجاه الحركة هيبقى مع الكتلة الكبيرة 260 اللي هيت، وهنا 230، طبعا اتجاه الحركة هنا يبقى الأسفل يعني يمين، والتاني على الشمال فوق أهو. نقدر نكتب بقى المعادلة بتاعتنا، هنا الكف جيم بتبقى في العكس طبعا، عكس اتجاه الحركة. نكتب المعادلات بتاعتنا يا شباب، خد بالك بيقول لك الكتلة التانية كانت على بعد ايه 270 سنتي متر من الأرض، الكتلة دي كانت على بعد 270 سنتي من ايه من الأرض. فهنا بيقول لي ايه، فإن المسافة بين الكتلتين أو الزمن الذي يمضي حتى تصل الكتلة الكبرى للأرض، عشان نعرف الزمن قد إيه اللي هتمشي الكتلة دي حتى توصل لحد الأرض، يعني سرعتها النهائية تيجي لحد هنا وتبدأ. هي كانت بادئة من السكون، بدأت المجموعة كلها من السكون. تعالوا نحسبها كده مع بعض يا شباب، نكتب معادلات الأول عشان نطلع العجلة، إحنا محتاجين عجلة. يقول له 260 اللي هي هنا، الكتلة اللي على اليمين ده في 980 شايفينها ناقص الشد بيساوي كف ج، والمعادلة التانية تقول له الشد اتجاه الحركة لفوق ناقص كف د بيساوي كف ج. جمعنا المعادلتين طلع ايه العجله بتاعتنا 30 في، يعني يطلع العجله بايه ب 60، او ممكن تجيب عجله بطريقه تانية اللي هي الفرق بين الكتل على مجموع الكتل في ده اللي يطلع معاك بنفس الطريقه عادي، يعني مفيش مشكله. جبت العجله خلاص، الامور سهله، تقدر بقى تشتغل تستفيد من فيه اللي هو جايبها 270 دي. يقول والله ان فيه بتساوي عين ابتدائيه نون زائد نص جنيه نون تربيع، وتعوض يبقى نص في 60، شلنا خلاص دي بصفر، يبقى نص في 60 في نون تربيع. الزمن كان عندك كام ثانيه؟ طب عايزين نجيب الزمن. طيب انت عندك الفه كانت موجوده،
المسافة بتاعتنا كانت موجودة يا أستاذ، خد بالك خد بالك خد بالك، احنا في رقم كام؟ رقم 11، كان ارتفاع 270، تكتب هنا 270 سنتي. تتخلص بقى تعمل معادلة تقول له ان تربيع بتساوي 2 في 270 على 60، تختصر يعني يديك الزمن يطلع بكام؟ ان تربيع ب 9 يعني الزمن 3 ثواني، وتاخد الإجابة دي من السؤال رقم 11. السؤال رقم 12، فهمناها يا شباب؟ دي مسألة بسيطة يعني، انت بس بتطلع العجلة وتستفيد آخر مرحلة ان السرعة بتاعتك بصفر، وبتستفيد ان المسافه كانت 270، تقدر ان انت تقوم جايب الزمن بالقانون اللي هو فيه بتساوي عدد ايه نون زائد نص جيم نون تربيع، وتخلص مسالتك نون وتطلع ب3، بسيطه رقم جيم. رقم السؤال اللي بعده 12، جسمان كتلتيهما 300 جرام و200 جرام مربوطان بخيط خفيف يمر على البكره ملساء في مستوى افق واحد، اطلقت المجموعه للحركه من السكون، وبعد مرور ثانيه واحده قطع الخيط، فان المسافه المسافه بين الكتلتين بعد مرور ثانيه اخرى من قطع الخيط. دي المساله دي يا ولاد عايزين تركيز شويه فيها. هو بيقول لي ايه؟ احنا يعني المجموعه بدات من السكون وبعد ثانيه واحده من الخيط اتقطع. المسافه الكليه بقى بين الكتلتين بعد مرور ثانيه كمان، طب ما تيجي نجيب خلال الثانيه الاولى دي نشوف المسافه اللي قطعها الجسم قد ايه؟ طبعا محتاجين العجله يا شباب، يبقى نشتغل عادي الاول، نكتب المعادلات بتاعتنا، طبعا حفظنا خلاص طريقه حل المعادلات، ممكن نجيب الفرق بين الكتل على مجموع كتل في د ونطلع العجله بسهوله، او نعمل معادلات زي ما انا كتبت كده ونطلع العجله، تمام؟ اتجاه الحركه خد بالك الاسفل، يبقى اللي مع ناقص العكس. كتبنا العجله طلعت 196 سنتيمتر كل سنه تربيع، خلاص كده. بعد كده يا شباب عايزين ندرس بقى السرعه النهائيه اللي كانت اتحركت بها المجموعه، يعني المجموعه الكتله العلويه نزلت واللي طلعت بعجله معينه، وعايزين نجيب السرعه النهائيه اللي هتكون سرعه ابتدائيه في المرحله الجديده، تمام؟ يعني بيقول لك بعد ثانيه واحده اتقطع الخيط، يعني انت خلال ثانيه واحده تعوض عنهم بواحد، يعني يبقى السرعه كانت 196 سنتيمتر، دي السرعه النهائيه في المرحله الاولى، تقدر من خلالها تجيب بقى ايه؟ تجيب فيه المسافه اللي اتحركتها. برضه اقول له هيبتدي ايه نون زائد نص جنيه نون تربيع، يبقى المسافه هتطلع بكام؟ ب 98 سم، يعني الكتله اللي على اليمين هتنزل 98 سم، واللي على الشمال تطلع فوق 98 سم خلال زمن 1 ثانيه. طب بعد ثانيه اخرى، بعد ثانيه اخرى يا استاذ، خلال الثانيه الثانيه بقى اللي بعد كده القوه اللي تحت ديت، ها ايه اللي هيحصل لها؟ عندك هتتحرك لاسفل، تعالوا كده نشوف، يعني السرعه ده هتكون سرعه ابتدائيه يا ولاد في المرحله الجديده. المرحله الجديده بقى السرعه الابتدائيه تبقى بكام؟ ب 196. عايزين نشوف المسافه اللي اتحركتها خلال ثانيه ثانيه. بتقول له والله عين ابتدائيه زي جيم في نون، فاهمين؟ احنا عايزين نجيب خلال المرحله الثانيه بقى، يعني خلال الثانيه الاولى حسبنا، خلال الثانيه الاولى حسبنا المسافه اللي هنا 106، المسافه اللي هنا 98، والسرعه ده اهي 196، تبقى سرعه ابتدائيه في المرحله الجديده. يقول له فيه بتساوي ابتدائيه نون زائد نص جيم نون تربيع، بس خد بالك في المرحله الثانيه لما يجي نقطع الخيط هيتحرك بايه؟ بعجله الجاذبيه، اللي تحت هتتحرك بعجله الجاذبيه، والكتله اللي فوق في الهواء دي تتحرك ضد عجله الجاذبيه. يبقى خلال الثانيه الاولى مش 98 سم، بعد كده قطعنا الخيط، وعايزين نحسب خلال ثانيه كمان، فالسرعه اللي عندي كانت مقدارها 196 اللي هي الابتدائيه، نضربها في الزمن 1 زائد نص في 980 اللي هي العجله اللي هي ماشيه مع الجاذبيه في واحد تربيع اللي هو بواحد. نطلع بقى نطلع المسافه يا شباب، تطلع 686 سم، ده للجسم اللي هو اللي على اليمين، المتدلع على اليمين، هينزل مسافه 686 سم، وكان نزل كمان 98 سم، نجمعهم على بعض عشان نجيب المسافه الكليه اللي اتحركها الجسم الاول. فالجسم الاول هنجمع بقى 686 زائد 98 يديني 784 سنتيمتر، دي المسافه اللي هي اللي اتحركها الجسم الاولاني. تعالى بقى نشوف الجسم الثاني، المشكله اللي عندي الجسم الثاني ماله يا استاذ؟ ايه مشكلته؟ والله مشكلته ان هو اتحرك عجله عكس الجاذبيه. هو يا استاذ هيطلع 98 سنتي زي الثاني، لان كان قبل قطع الخيط طلع كام؟ 98 سنتي. بعد ما قطعنا الخيط هنعمل ايه؟ هنعوض بايه؟ هنعوض يا استاذ مكان الدال بسالب 9.8 اللي هي سالب 980 يعني، تمام؟ دي الفكره بتاعتها ان هو اتحرك في الهواء عكس اتجاه الجاذبيه، فتقول والله فيه ان اتحركها الكتله اللي هي 200 هتطلع طبعا يا استاذ 98 سم زي الثاني، صح؟ قبل الايه؟ قطع الخيط، ولما الخيط يتقطع تقوم طالعه برضو ايه؟ المسافه بتاعتي جديده، بس وانت بتعوض بقى بالارقام تاخد بالك ان العجله هتبقى سالب 980 في مربع الزمن، وتطلع بقى عادي الفيه تطلع ايه؟ معاك بسهوله، ها؟ بكام؟ ب 196 ناقص 490 بسالب 490. تعالى نجيب بقى المسافه الكليه اتحركتها 200، خد بالك ده اتحركت 98 الاول وبعد كده سالب 294، صح؟ صح. تقوم عامل ايه؟ ضيفهم على بعض بقى عشان تجيب المسافه اللي اتحركها الجسيم الثاني، الكتله الثانيه اللي على الشمال. تقوم والله قايل ايه؟ المسافه بتاعتي سالب 294 زائد 98، تجمعهم على بعض تلاقي ان الجسم الثاني اتحرك مسافه كام؟ اجمعهم بقى على بعض كده
اتحرك مسافة سالب 196، دي المسافة اللي اتحركها الجسم التاني، وبالتالي المسافة الكلية أو المسافة بين الكتلتين هجمع السالب 196 زائد المسافة اللي اتحركها الكتلة الأولى اللي هي 784 على بعض، يديني المسافة الكلية بين أو المسافة بين الكتلتين تطلع 588 سنتيمتر. فهمنا شباب؟ شوف السؤال اللي بعده. يبقى احنا جبنا المسافة الأولى للجسم الأولاني وجبنا المسافة للجسم التاني وجمعناهم على بعض، طلعت المسافة كلها 588 ايه سنتيمتر. دي الإجابة رقم 12. فهمنا؟ شوف سؤال بعده رقم 13، بيقول لي ألف وباء جسمان كل منهما 90 جرام مربوطان في طرفي خيط خفيف طوله 400 سنتي، يمر على بكرة صغيرة ملساء وتدليان رأسيا، ربط الجسم باء بخيط ثاني طوله 80 سنتي، ويحمل في طرف الآخر جسما ثالثا هاء كتلته 60 جرام أهو يتدلى رأسيا، فإذا بدأت المجموعة الحركة من سقوط عندما كان ألف وهاء في مستوى أفقي، بدأت كده يا شباب لما الألف في مستوى أفقي، ثم قطع الخيط بين ب وهاء، بين ب وهاء قطعنا الخيط، يعني معنى الكلام يقول لك يعني إحنا فصلنا كتلة 60 دي خالص. حاول تفهم المسألة دي بس معايا كده بهدوء، تمام؟ بيقول لي فإن الزمن الذي استغرقه الجسم ألف من بدء الحركة للأجسام الثلاثة ليصل إلى البقرة، عايزين نعرف ألف هياخد زمن قد إيه عشان يوصل للبقرة. طب افهم معايا كده بهدوء خالص، بص كده، أنت شايف الكتلة 60 والكتلة 90؟ أه. ممكن أنت تجيب العجلة هنا، صح؟ تمام. طيب دي لما تتحرك، المجموعتين لما تتحرك، خد بالك المسافة بين ألف وب، دي ب، دي ب يا أستاذ، أهي نكتبها هنا عشان تبقى فاهم. نكمل كده، كتاب ادي الف ولا ب، بص كده الرسمه دي الف ودي ب، المسافه من الف ب 80 سم، يعني يا استاذ لما الب تنزل كده عند الالف وب والالف هتطلع، يعني معنى كده المسافه اللي هتحركها، خد بالك دي البعد الراسي بين ب والف، يعني معنى كده لما الب تنزل لتحت والالف تطلع لفوق، ب هتنزل 40 سم والالف هتطلع 40 سم، تمام؟ تمام. وقال ان الخيط كله كان طوله 400 سم، يعني من الف لحد ب كان 400، وكمان هنا 80 سم، يعني 480 سم، تمام؟ الخيط من ألف لحد ه 480 سم. نقوم بقى جايبين ايه؟ نصهم اللي هو المسافة بين الألف والواو، المسافة بين ألف وواو بكام؟ نص 480 اللي عندك تبقى 240، حلو الكلام؟ تمام. عايزك تفهم بقى حاجة، أول ما الخيط يتقطع الب هتنزل لإيه؟ للألف تنزل والألف تطلع، الب هتنزل 40 والألف تطلع 40. خد بالك اول ما الالف تطلع 40 والب تنزل ل 40، الالف والب يبقوا في نفس المستوى، والالف والب دول لما يبقوا في نفس المستوى ما خلاص 60 مشت، اول ما ال 90 تيجي جنب ال 90 يبقى انت عندك الجسم هيتحرك سرعه منتظمه، لان الكتلتين لو زي بعض العجله بتنعدم، العجله بتنعدم يا استاذ خدوا بالكم. يبقى تاني يا اولاد، الب لما تنزل والالف تطلع، خد بالك الب والالف المسافه بينهم 80، فالب لما تنزل 40 الالف تطلع 40، يبقى انت هتدرس المسافه بتاعه الف في حالتين، لما تطلع 40 سم لفوق هتشوف الزمن قد ايه، تمام؟ وبعد كده تشوف الزمن خلال ال 100، خلال ال 200 ثانيه، خلال 200 سم الباقيين. تاني يا استاذ فهمني تاني. بصوا يا شباب، المسافه بين الف وب كانت 80 سم، حلو الكلام؟ حلو. وهو نازله، نازله كده ب هتنزل وتبقى قبال الف، في حاله لما ايه؟ لما المسافه بينهم تبقى 40، يعني ال ب تبقى تنزل 40 والالف تطلع 40 يعني، فالالف هتقرب من الواو، لما الالف تقرب من الواو اللي عندي تبقى الالف بينها وبين الواو مسافه ايه؟ مسافه 200 سم. في حاله لما تبقى المسافه 200 سم يعني فيها هتساوي عين في اليوم بس، هنقدر تجيب الزمن، تقوم قاسم قاسم ال 200 على السرعه اللي انت هتطلعها من المرحله الاولى اللي كان فيها مسافة 40 سم اللي هي كانت فيها عين نهائية، يعني هتبقى عين ابتدائية مرحلة جديدة. فهمتوا الكلام؟ يا أستاذ يعني إحنا قصدك تقول لنا عندنا مرحلتين، مرحلة الألف دي تتحرك 40 سم وكمان تتحرك 200 سم، أه خلال ال 40 سم ديت أنت هتستفيد إيه؟ تجيب العجلة وتعوض وتطلع الزمن الأولاني، حلو؟ حلو، وتطلع كمان السرعة معاك اللي هي النهائية اللي هتبقى ابتدائية في المرحلة الجديدة. بعد ما تجيب بقى السرعه اللي عندك دي، خلاص هات لي الزمن اللي هنا، تقول اي ال 200 على السرعه اللي انت جبتها، يبقى انت جبت الزمن الثاني تجمعه على الزمن الاولاني. انا اهو هشرح بهدوء اهو، اخلي الفيديو يشتغل لان الصوت كان مش مظبوط، فانا بحاول اعيد الفيديو تاني معاكم، تمام؟ بهدوء خالص يا شباب. العجله هنقول له مجموع كتل تحت في د، وهنا الفرق بينهم، دي انتوا كلكم عارفين الكلام ده كله،
تمام. المشكله بقى اللي عايز يفهم الحته دي، لما يقول لك هنقطع الخيط يعني تنفصل الكتله 60، فتصبح عندك كتله 90 و90 قد بعض، واول ما تبقى في كتلتين زي بعض في نفس المستوى اللي هي الالف والب، هيتحرك حركه منتظمه. بس الف مستوى امتى؟ لما الالف تطلع 40 والب تنزل 40، يعني انت هتدرس المسافه خلال 40 سم وتدرس المسافه خلال 200 سم، لان المسافه دي كلها كانت 240، فالالف هتطلع 40 سم وتطلع 200 سم، تجيب بقى الزمن بتاع ال 40 سم دول وتجيب الزمن بتوع ايه 200 سم وتجمعهم على بعض. طب نعمل ايه يا استاذ عشان نعمل كده؟ هنحلها ازاي يعني؟ والله بقت بسيطه، يعني انت فهمت خلاص تقدر تحل. انت عندك العجله اهي، وعندك عرفت ان المسافه 40، وعندك السرعه الابتدائيه كانت بصفر، صح؟ خلاص طلع الزمن، تقول له والله القانون نقدر نكتبه يا استاذ، ونطلع حاجتين، نطلع الزمن ونطلع السرعه النهائيه اهو. نكتب بقى ونحل، انت ربيع بيساوي انت ايه تربيع زي 2 جنيه في ف، العجله انت جبتها، طلع بقى السرعه بتاعتك طلعت كام؟ الجهاز للتربيع 19600 تطلع 140، دي السرعه النهائيه اللي هتبقى سرعه ابتدائيه في المرحله الجديده، تمام كده؟ يبقى انت عندك ايه؟ الزمن برضو طلعناه، ان الزمن بيساوي نقول ايه عين بيساوي عين ابتدائيه زي جيم في نون. طلعنا مين تاني يا استاذ؟ طلعنا الزمن طلع 4 اسباع، انت قلت لنا تقدر تطلع عين ونون، جميل مش قلت لك كده؟ تمام طلعناهم اهم، انقلهم بقى ايه ويفهم الزمن. طلعناه 4 اسباع ثانيه، وطلعنا السرعه 140 سنتيمتر كل ثانيه. السرعه ده اهي هتبقى ايه؟ سرعه ابتدائيه في المرحله الجديده اللي هي هتتحرك فيها حركه، ها سرعه منتظمه، تتحرك فيها سرعه منتظمه، العجله بصفر. تعالوا بقى نحل بقى في المرحله الثانيه، يلا يا ولاد المرحله الثانيه اكتبوا معايا كده. ف بتساوي ع في ن، تمام. يبقى ف بتساوي ع في ن يا استاذ، يعني انت عايز تجيب الزمن الثاني تقسم المسافه اللي هي 200 على السرعه اللي احنا ايه جبناها عندنا، تمام. السرعه اللي احنا جبناها عندنا يا استاذ فين؟ تعالوا كده نكتبها تحت اهو. عندما يصل ا وب في مستوى واحد تتحرك ا بسرعه منتظمه، في ف بتساوي ع في ن، يعني الزمن 200 على السرعه اللي احنا جبناها يا استاذ اللي هي كانت 140، نقسم 200 على 140 تطلع 10 على 7، تمام. يبقى الزمن الثاني كان 10 على 7 والزمن الاولاني كان 4 على 7، يبقى الزمن كله تجمع 4 على 7 زائد 10 على 7 اللي هو الزمن الاولاني، الزمن خلال ال 40 سنتيمتر، والزمن خلال ال 200 سنتيمتر اللي احنا حسبناه قسمنا 200 على 140 لان السرعه منتظمه، فنجمعهم على بعض يديك 2 ثانيه، يبقى الزمن هيطلع كام يا استاذ؟ هيطلع 2 ثانيه، تمام كده فهمناها؟ تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب. ده كان الجزء الاولاني، الجزء الثاني بقى هشرحه معاكم كتابه، ربنا يوفقكم دايما، واتمنى تكونوا فهمتوا. حاولوا بس ايه تكتبوا كده الخطوات عشان تفهم كام مساله دول، وانا في فيديو ثاني اهوت هسجله لكم ان شاء الله اشرح لكم فيه بقيه الايه؟ بقيه المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.